هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. شوف الوداد داز عندها ماتش صعيب ديال اصغر الابطال ولا النهائي ديال البطوله اللي مشات اخر لحظات، كانت يعني حتى لاخر لحظه كنا متوجين ومشات بجوج القاب. والسنين هذا المتتالي 50 تابعه اللعابه ما تاحوش طيح سليم العوان، حنا مقدرين الظروف وكنتمناو ان الوداد تكمل المسير ديالو في هذا الطرف ديال الذات سجل بالضبط هذه البطوله هذه اللي كانت عش من تعطش اللي هذه السنين ما فاز فيها فريق الوداد البيضاوي. كنتمنوا ان شاء الله الخير. الكره ما كانش رحيمه، طحنا مع فريق الرجاء اللي كيمثل حتى هو الدار البيضاء وحتى هما داز عندهم عام صعيب. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويكون خير ان شاء الله ونتوجوا في القاب هذه السنه. بزاف على المجهودات اللي داروا طيله السنين الكامله اللي داروا، وحنا معاهم في السراء وفي الضراء. وكنتمنوا العام ان شاء الله يفوزوا بالالقاب شي يفرحوا الجمهور كبير اللي ديما اللي تابع. كنظن بان مقابله الديربي عندها واحد سميتو ديالها خاص. كنظن فريقين جوج عندهم واحد العلامه اللي هي مقابله الديربي معروفه على الصعيد سميتها على الصعيد البيضاوي الكروي المغربي. وتنظن بان لا لوجيكمون ما كاينش في هذه المقابله، وكنظن بان اللي داخل المستطيل الاخضر هو اللي غادي يلعب كره هو اللي غادي يربح. وكنتمنى ان شاء الله ان هذه المقابله تكون تسودهم واحد الروح رياضيه وتخرج مقابله حبيه. حنا كوداديين عندنا مقابله عاديه كمقابلات اخرى مع الديربي مع الرجاويين خوتنا واحبابنا والجمهور البيضاوي مع عارف هذه المقابله. على مجرد مقابلين فريق الوداد متعود على مقابلات كبار كاع كالشامبيونز ليغ كسميتو، ما كنظنش لان كاتيجوري ديال الفريق الوداد معروف يعني عندهم كاتيجوري زوين الحمد لله، يجيبوا الدري من كادي من مينيم يلعبوا في السنيور عادي ماشي مشكل. ومقابله ديال الديربي معروفه كفريق الوداد ولا الرجاء يكونوا ناقصين، ما كاينش نص فرقه ما كتكونش كتعطي نتيجه ايجابيه للفريق، كيجيبوا نتيجه سيرتو لا جونيس دابا ديال الفرقه. راه ديري اخويا بحكم ديالي انا كمان نصبي على الفريق ديالي هذا، ولكن اخويا انا كنتمنى لهم شي حاجه اكثر، بغيت نعطيهم شي حاجه من الذات ديالي ولكن ما لقيتش ما كرهتش، هما كيعرفونا حنا بعضياتنا. الماتش ديال غدا خويا ماتش كيلعب على لقب، كيلعب على بزاف الحوايج، على عندنا بطولة خصنا نتبعوها، لقب الموسم ما ديناش ما قسمش الله، عصبة كذلك ومثال، وكنتمنى لهم أنا التوفيق هادشي اللي كاين، وأنا نبقى معاهم حتى الموت إن شاء الله. كما كنعرفوا حنا جمهور بيضاوي وهادي وكنعرفوا ميزانيه كبيره وهادي هما اقتصاد عندهم بزاف، ماشي انا نقول اقتصاد ضرب شي الكلمه هادي خصهم فلوس بزاف فهمتي ولا لا؟ انا نقدر نحدد الضرب ديالي وكنفاكسين انا كنهضر انا دم نعطيه لهم كنتمنى لهم التوفيق. هذا هو الرساله ديالي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.